40 سنة أجر مسلمان تمني بوت سلصال آمنه الله من أنواع البلايا لسين خوشان أمينيكا أي باريزي لشيتي لقرواتي لبلاكاتي مونا موشن يهنج لتسلي لو سين خوشي أي باريزي وإذا بلغ الخمسين أجر جيشت بنزاي لين الله عز وجل عليه حسابه أجل جيشت بنزاي حساب كتابي آسانك لقيامتي وإذا بلغ الستين رزقه الله إنابة يحبه عليها دائما رو الأخوايا أقريته وحتى بيبكري إشي تاككا وإذا بلغ السبعين أحبه الله أجل جيشت حفتا صالي خواء علي أو خو شويستي منه وأحبه أهل السماء ملائكة آسمانيش خوشيان دوي وإذا بلغ الثمانين أجل جيشت هشتا صالي تقبل الله منه حسناته ومحى عنه سيئاته تاك كان لي ودقري قناح كان شيني دفوشي لخوز دقري ورناقري وإذا بلغ التسعين أجل جيشت النوت صالي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أجل جيشت النوت صالي هاتي قناح تيشو باشي لي خوش وسمي أسير الله في الأرض وشفع في أهله إعلانك لدري أو أسيري من العاردي أسيري من العاردي كستخوني نكري لملائكة كان لا قدر إخراب حتى نزجتوا لأنه عايدي خوايا ألي هو عايدي خوايا دل روجة كامة جرائي لقرم ألم شفاعتي لو كسكاري خويك الحمد لله تمام يا اخو ان شاء الله ببشنابي ان شاء الله او حديث الدري بن شلون بن شو تعال اصلا دعاء كان دم ملاك ما با جاء اليوم ما تشاتش قالوا ما ايش ان شاء الله بس لو بيرنك ها شفاعه لو ممكن بري وملاك هذا نظام شيء بس او حد سيلو خين ما ان شاء الله نقول لك هاي شو بقولك يا شهدتواني يعني أقول لك قيامتي قد قيامتي بأو ملايا بأخواء أو ملايا وحتي روخي الموى أو شفاعة دوليكم لنخرج إن شاء الله.